الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها، قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى، وحسابهم على الله، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق، متفق عليه. في هذين الحديثين، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، مسائل، منها في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحديث. هنا فائدة، وهي أن من كان عنده القوة من المسلمين فيجب عليه أن يقاتل، ويجب عليه أن يجاهد، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام. وهذا رد على من يقول إن الجهاد جهاد دفع فقط، يعني ما نقاتل حتى يقاتلوننا. نعم، هذا في أول الأمر، لكن نسخ هذا بعد أن قوي الإسلام وقويت شوكة المسلمين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس، يعني هو يذهب يقاتلهم. ولذلك مر الإسلام بثلاث مراحل: المرحلة الأولى الصبر، الصبر على أذى الكافرين وأذى المشركين وعدم مقاتلتهم، وهذا الحال كان في مكة عندما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر النبي إلى المدينة وقويت شوكة المسلمين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاتلة الكافرين إذا قاتلوا، اعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. ثم نسخ هذا الحكم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحالة الثالثة، بأن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار وإن لم يعتدوا، يقاتل الكفار حتى وإن لم يعتدوا. يقاتلون على ماذا؟ يقاتلون على الإسلام، فقبل القتال يدعون إلى التوحيد، فإن استجابوا فإنهم لا يقاتلون، فإن لم يستجيبوا يؤمرون بالجزية، فإن أعطوا الجزية لهم الأمان، فإن لم يعطوا الجزية ولم يدخلوا في الإسلام يقاتلون. وهذا هو الحق، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فالقتال من أجل التوحيد. والفائدة الثانية أن القتال الشرعي والجهاد الشرعي ما كان من أجل هذا، من أجل التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما القتال من أجل قومية، من أجل وطنية، من أجل شعارات حزبية، أو قتال لا يعرف له قائد ولا إمام، هذا ليس جهاد، هذا ليس جهادا شرعيا. الجهاد الشرعي ما توفرت فيه الشروط الشرعية،
هنا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فلا يكفي أن تقول لا إله إلا الله وأنت لا تصلي ولا تزكي ولا تفعل الأعمال الصالحة، لأن لا إله إلا الله ليست كلمة تقال فقط ولا تفعل شيئا، هذا ليس دين الإسلام. كلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. إذا أنت لم تفعل شيئا، لا تصلي لا تزكي لا تفعل الأعمال، هل عبدت الله؟ ما عبدت الله. فإذا لا إله إلا الله كلمة تقوى. بعض الناس جعلها كلمة فجور، قل لا إله إلا الله وافعل ما شئت حتى الكفر، بما أنك تقول لا إله إلا الله ما نكفرك. بينما الصحابة رضي الله عنهم كما سيمر علينا في قصة أبي بكر عندما كفر من كفر من العرب، قاتل أناسا يقولون لا إله إلا الله، لكن ما نفعتهم لا إله إلا الله. فإذا كلمة لا إله إلا الله ليست كلمة تقال باللسان فقط، وإنما كلمة تقوى وعهد بينك وبين الله أن تعبد الله وحده لا شريك له. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإن فعلوا ذلك هذه الأمور فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فإذا فعلوا يعني ما يخالف من حق الإسلام فإنهم يقتلون، لا حرمة لا دمائهم ولا لأموالهم. ومن ذلك مثلا لو تركوا الصلاة، لو امتنعوا عن أداء الزكاة، لو فعلوا كفرا، لو فعلوا شركا، فإن لا إله إلا الله وإقام الصلاة والزكاة لا تنفعهم. ولذلك الحديث صريح قال: إلا بحق الإسلام. ولذلك بعض الناس يأخذ طرف من الحديث ويترك الباقي، يقول لا تكفر الناس، يقول لا إله إلا الله كيف تكفره، يقول لا إله إلا الله لها شروط ولها معنى، فليس كل من قالها هو من أهلها. بعضهم يقولها ويعبد غير الله ليلا نهار، ما تنفع لا إله إلا الله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يعني لنا الظاهر، من أظهر الإسلام فله الإسلام، ومن أظهر الكفر فله الكفر، من أظهر الشرك له الشرك، من أظهر الصلاح فهو صالح، ومن أظهر الفسق فهو فاسق. هذا أحكام الشريعة مبنية على الظواهر. البواطن أمرها إلى الله، البواطن والسرائر إلى الله عز وجل، أما أنا لي الظاهر أحكم بما ظهر. من أظهر الإسلام له الإسلام، من أظهر الكفر له الكفر، من أظهر الفسق فهو فاسق، من أظهر الصلاح فهو صالح. ولذلك حديث عمر رضي الله عنه قال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي، كان ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبين هذا مؤمن هذا منافق، ويفضح الله المنافقين بالوحي، فانقطع الوحي فقال عمر رضي الله عنه: فمن أظهرنا خيرا عملناه بما ظهر منه، ومن أظهر لنا شرا عملنا بما ظهر منه، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا الشاهد هذه المسألة العظيمة، قال: وكان أبو بكر، يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه من أعظم مناقبه، من أعظم مناقبه هذه المواقف التي صارت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا على عن أبي بكر رضي الله عنه لطالب من المقام، فهو خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والرسل، ومواقفه في الإسلام مشهودة لا ينكرها إلا منافق، وأبو بكر لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، والله ما يبغض أبو بكر إلا منافق. أبو بكر نصر الله بالإسلام وعز الله به الدين، فلولا الله ثم وجود أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله لارتد غالب أهل الأرض، وقد ارتد من ارتد، غالب العرب ارتدت، والإسلام كان في العرب، الإسلام كان في العرب وارتد غالب العرب. فلولا الله عز وجل ثم وجود أبو بكر الصديق ونصرته للدين وتجيشه للجيوش وتسييره لجيش أسامة رضي الله عنه وأرضاه، وألقى الله عز وجل الرعب في أهل الردة بسبب تسيير جيش أسامة رضي الله عنه وأرضاه، لبقي الناس على الردة وعلى الكفر. ولكن بسبب موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه ووقوفه وحيدا كالجبل بين الصحابة، حتى الصحابة عارضوه أبو بكر في هذا الموقف، حتى عمر عارضه،
ولكن ثبت الله هذا الدين بأبي بكر الصديق رضي الله عنه خاصة بهذا الحدث العظيم. قال أبو هريرة: كفر من كفر من العرب. فقال عمر، يعني اعترض على أبو بكر، كيف تقاتل الناس؟ قال: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحق وحسابه على الله. انظر هنا في هذا الحديث، يعني حتى عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الملهم رضي الله عنه وأرضاه، قد غاب عنه ما غاب عن أبي بكر، ما فهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كيف تقاتل الناس يقولون لا إله إلا الله؟ إن بعض العرب ما أنكر لا إله إلا الله، بل بعضهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه امتنع عن أداء الزكاة. قال: انتهت يعني الزكاة ووجوب الزكاة بوفاة الرسول، فامتنعوا عن أدائها. ومنهم من صدق مسيلمة، يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومسيلمة رسول الله، فهم يقولون لا إله إلا الله، منفعتهم لا إله إلا الله. فكان الإشكال عند بعض الصحابة هذا، أنهم يقولون لا إله إلا الله، كيف نقاتلهم؟ فماذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، يعني رباطا يربط، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منع، لقاتلتهم على منع. انظر هذا الموقف العظيم من أبي بكر الصديق. فعمر رضي الله عنه عندما سمع هذا الكلام من أبو بكر الصديق، من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، شرح الله صدره لكلام أبي بكر ووافق أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ثم الصحابة كلهم أجمعوا على ما قاله أبو بكر وقاتلوا مع أبو بكر، فصارت المسألة إجماع، فأجمع الصحابة على قتال أهل الردة، مع أن كثيرا منهم كان يقول لا إله إلا الله، لكن لا إله إلا الله لم تنفعهم لأنهم لم يؤدوا حقها. فقاتل أبو بكر الصديق ومن معه من الصحابة كل من ارتد من العرب، ونصر الله به الإسلام، ونصر الله به الدين، وثبت الله به هذا الدين العظيم. لذلك يقول ابن المديني رحمه الله تعالى: نصر الله هذا الإسلام برجلين، يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، بأبي بكر الصديق يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة رضي الله عنهم جميعا. فهذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان هذه المسألة العظيمة، وفيه التأكيد على أمر الزكاة، وأن الزكاة هي أخت الصلاة، وأن من امتنع عنها يقاتل. وهذه هي المسألة المهمة، أن من امتنع عن أداء الزكاة امتناعا وقاتل على ذلك فإنه يكفر، حتى وإن لم يجحد وجوبها، فقال أنا أعترف أن الزكاة واجبة لكني امتنع عن أدائها وقاتل دونها، فهو كافر. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا هؤلاء الذين امتنعوا عن أداء الزكاة قتال المرتدين. هذه مسألة مهمة جدا، من امتنع عن أداء شيء من شعائر الإسلام الظاهرة وقاتل دونه فهو كافر حتى وإن لم يجحد الوجوب. فلو امتنع قوم عن أداء الأذان، قرية مثلا كاملة امتنعت عن أداء الأذان، والأذان شعيرة من شعائر الإسلام، وقاتلوا دون أدائها فإنهم يكفرون، مع أن الأذان الآن ما يصل مسألة الزكاة، ولكن من امتنع عن شعيرة من شعائر الإسلام وقاتل دونها وإن لم يجحد وجوبها فإنه كافر، لفعل الصحابة رضي الله عنهم مع مانع الزكاة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.